العبادي أكد أيضا أن الطريق الوحيد لحل الأزمات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان هو الحوار، نافيا وجود أي استعداد لاستخدام صلاحياته كقائد عام للقوات المسلحة في الخلافات السياسية. مهمة القوات الأمنية حماية أمن المواطن، مو تعريض أمن المواطن الخطر، ومهمة القائد العام هو أن يحمي المواطنين بشكل عام، وراح إن شاء الله نلتزم بهذا التكليف الدستوري للقائد العام للقوات المسلحة ولقواتنا الأمنية. ما نريد أي تصعيد، وندعو إلى عدم التصعيد. الطريق الوحيد هو الحوار، الطريق الوحيد هو التفاهم والجلوس في جلسات لنحل مشاكلنا. بطريقة فرض الأمر الواقع راح تتعقد المشاكل ولن تحل.